عادة ما تكون إطلالات المغنية العالمية أديل محط أنظار الجمهور، لكن ظهورها الأخير أحدث موجة جدل كبيرة وتحديداً عند جمهورها العربي بعد أن ارتدت فستاناً يدعم المثليين. ففي حفلها الأخير بلاس فيغاس أطلت النجمة العالمية بثوب أسود ربطته من الخلف بذيل يحمل ألوان مجتمع الميم كما يتم تسميتهم، فيما استعان القائمون على حفلها بإضاءة تحمل ألوان شعار المثلية. لكن الهجوم لم يقتصر على وحدها، بل دخل الجمهور أيضا في سجال وخلاف بين رافض لهذه الفئة ومؤيد لها. وفي يوليو من العام الماضي أيضا حرصت أديل بحفلتها في حديقة هايد بارك في بريطانيا على دعم المثليين من خلال ارتدائها العلم الخاص بهم أثناء غنائها على المسرح. وأنت ما رأيك بتصرف أديل؟